أخبار السوق المصري، تحديث آخر أسعار الذهب والدواجن والخضار والسلع والدولار والحديد والأسمنت في مصر اليوم الاثنين 3/6/2024. بس قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ في فيديو الأسعار اعمل متابعة للصفحة عشان تجيلك تحديث يومي لأسعار السوق المصري. اضغط على زرار المتابعة الظاهر أمامك واضغط أيضا على زرار أعجبني. عاوزين نوصل في هذا الفيديو ل5000 و6000 لايك. وقبل ما نبدأ في فيديو الأسعار عاوزين نملأ التعليقات بالصلاة على الحبيب محمد ونعمل شير أو مشاركة للفيديو على صفحتنا الشخصية أو في المجموعات عشان غيرنا يستفيد. أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الاثنين 3/6/2024. ارتفع سعر الحديد اليوم داخل السوق المحلي لطن عز مقارنة بالمستويات اللي تم افتتاحها الشهر الماضي، بينما استقر سعر الحديد الاستثماري عند آخر مستوى حققه خلال تعاملات أمس وفقا للتحديثات الرسمية المعلنة على بوابة الأسعار المحلية، فيما تتوقع الشعبة استقرار أسعار الحديد والأسمنت خلال فترة العيد. سجل سعر طن الحديد عز اليوم قيمة 41,014 جنيه للطن مرتفعا بقيمة 904 جنيه لسعر السوق المحلي وفقا للتحديث الرسمي. واستقر سعر الحديد الاستثماري اليوم ليسجل قيمة 38,750 جنيه، وسجل سعر طن حديد سرحان حوالي 38,000 جنيه مصري، وسجل سعر طن حديد بشاي 41,000 جنيه، واستقر سعر طن حديد العشري عند 37,500 جنيه، ووصل طن حديد المصريين إلى حوالي 41,000 جنيه. حديد المعادي سجل 38,000 جنيه للطن الواحد، وسجل طن حديد مصر ستيل حوالي 38,000 جنيه، واستقر سعر طن حديد الكومي عند 38,000 جنيه، وحديد المراكبي سجل 41,000 جنيه، وسجل سعر طن حديد عطية حوالي 38,500 جنيه للطن. بالنسبة لأسعار الأسمنت، سجل سعر الأسمنت المسلح استقرار عند مستوى 2020 جنيه للطن الواحد، كما سجل سعر أسمنت النصر 1920 جنيه للطن، وأسمنت وادي النيل وصل سعره 1930 جنيه للطن الواحد، وسجل سعر أسمنت حلوان 1980 جنيه في الطن، والأسمنت المخلوط بيتراوح ما بين 1230 ل1340 جنيه مصري. أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الاثنين 3/6/2024. انخفضت أسعار الفراخ البيضاء اليوم، حيث شهدت بورصة الدواجن والأسواق تحركات بانخفاض السعر، وذلك وفقا لبيانات بورصة الدواجن الرئيسية. بيأتي هذا التراجع بعد فترة من الارتفاع في أسعار الدواجن والبيض منذ أواخر الأسبوع الماضي، ودلوقتي بنستعرض لحضراتكم سعر كيلو الفراخ في المحلات. شهدت أسعار الفراخ الساسو تراجعا بمقدار 3 جنيه للكيلو الواحد. بنستعرض أسعار الفراخ والبيض طبقا لبورصة الدواجن اليوم. سجل سعر الفراخ البيضة النهاردة يتراوح سعرها ما بين 90 و91 جنيه في البورصة، لتباع بالأسواق بمتوسط من 100 ل105 جنيه. سعر الفراخ الحمراء والساسو أسعارها من 115 و116 في الحدود دي للكيلو في البورصة، وبتتراوح أسعارها ما بين 125 و126 جنيه للكيلو في الأسواق. الفراخ الأمهات البيضة بيصل سعرها 85 جنيه في البورصة، وبيتراوح سعرها في حدود 95 و96 جنيه في الأسواق. الفراخ البلدي بيتراوح سعرها ما بين 115 و120 جنيه للكيلو ده في البورصة، وبتوصل للمستهلك بمتوسط سعر 125 جنيه. بالنسبة لسعر كيلو البانيه بيتراوح ما بين 200 و230 جنيه. اما بالنسبة لأسعار البيض الأحمر والأبيض فقد سجلت استقرارا، حيث سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 132 جنيه جملة، ويباع للمستهلك بحوالي 142 جنيه، وذلك بعد فترة من التقلبات اللي شهدها السوق. بالنسبة لكرتونة البيض الأبيض يتراوح سعرها في حدود 129 جنيه جملة،
بيصل سعرها للمستهلك بمتوسط سعر 139 جنيه. البيض البلدي بيسجل سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيه وبيوصل للمستهلك في حدود 140 جنيه. أسعار الدولار والعملات في مصر ليوم الاثنين 3/6/2024. ارتفع سعر الدولار النهاردة قبل بداية التعاملات في البنوك المصرية بحوالي 5 قروش بعد أن تراجع على مدار الأسابيع الماضية في البنوك لأدنى مستوى ليه منذ تحرير البنك المركزي لسعر الصرف في 6 مارس الماضي ليصل إلى أقل من 47 جنيه. بنقدم لحضراتكم سعر الدولار في بعض البنوك والتي جاءت كالآتي: سجل سعر الدولار في البنك المركزي 47 جنيه 27 قرش للشراء و 47 جنيه 37 قرش للبيع. سجل في بنك مصر 47 جنيه 27 قرش للشراء و 47 جنيه 37 قرش للبيع. في البنك الأهلي المصري جاء بنفس السعر. بنستعرض لحضراتكم أسعار العملات وفقا للبنك المركزي مقابل الجنيه المصري واللي سجلت استقرار ملحوظ حسب آخر سعر أعلنه البنك المركزي على موقعه الرسمي والتي جاءت كالآتي: سجل اليورو 51 جنيه وربع للشراء و 51 جنيه 38 قرش للبيع. سجل سعر الجنيه الاسترليني 60 جنيه 22 قرش للشراء و 60 جنيه 38 قرش للبيع. فرنك السويسري سجل 52 جنيه 39 قرش للشراء و 52 جنيه 53 قرش للبيع. بالنسبة للعملات العربية سجل الريال السعودي 12 جنيه و 60 قرش للشراء و 12 جنيه 63 قرش للبيع. الدينار الكويتي سجل 154 جنيه و 4 قروش للشراء و 154 جنيه 41 قرش للبيع. الدرهم الإماراتي سجل 12 جنيه 87 قرش للشراء و 12 جنيه 89 قرش للبيع. سجل الريال القطري 12 جنيه وقرشين للشراء و 13 جنيه للبيع. سجل الريال العماني 121 جنيه 56 قرش للشراء و 123 جنيه و 3 قروش للبيع. أسعار الذهب في مصر ليوم الاثنين 3/6/2024. يعتبر سعر جرام الذهب من عيار 21 من المواضيع الهامة اللي بيتابعها الكثيرون في مصر ومنهم أنا طبعا، حيث يتميز عيار 21 بأهميته الكبيرة بين المصريين وبنعتبره العيار الأكثر شيوعا واستخداما في الشراء والبيع. جاءت الأسعار وسجلت انخفاضا طفيفا بعد انخفاض الطلب على الذهب الفترة الحالية وتراجع السعر العالمي وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية. يشهد أسعار الذهب عالميا في الوقت الحالي ارتفاعا في الأسعار، إذ سجل سعر الأوقية 2327 دولارا. وبنستعرض لحضراتكم أسعار الذهب بالأعيرة المختلفة. سجل سعر الذهب من عيار 24 حوالي 3554 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الشراء حوالي 3531 جنيه. بالنسبة لسعر عيار 22 سجل 3258 جنيه للبيع مقارنة بحوالي 3237 جنيه للشراء. سجل سعر عيار 21 3110 للبيع مقارنة بحوالي 3090 جنيه للشراء. سجل سعر الذهب من عيار 18 للبيع مستوى 2666 جنيه، بينما تداول سعر جرام الذهب من عيار 18 للشراء عند 2649 جنيه. سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 24880 جنيه بيع للمستهلك، وزن 8 جرام عيار 21 ذهب صافي قبل إضافة الضريبة أو الدمغة أو المصنعية بلغ حوالي 24720 جنيه بالدمغة والمصنعية والضريبة، ممكن يوصل ل 25200 25300 دي بالمصنعية. وخلي بالكم أن المصنعية بتختلف من تاجر لآخر. أسعار السكر والزيت والسلع الأساسية في مصر النهاردة الاثنين 3/6/2024. تنوعت الأسعار بين الدقيق والرز والزيت وغيرها من السلع الضرورية للاستخدام اليومي، وبتأتي أسعار السلع الأساسية وفقا لما نشرته بوابة الأسعار المحلية والعالمية. جاءت كالآتي: بيتراوح سعر كيلو الرز ما بين 32 و35 جنيه، المكرونة بيبدأ الكيلو من 25 ل30 جنيه، والدقيق من 22 ل30 جنيه. سجل سعر السمنة 700 جرام
في حدود ال 70 جنيه والكيلو ونص، من 135 ل 150 جنيه. وسجل زيت عباد أصناف متنوعة 70 جنيه للكيلو، ووصل سعر لتر زيت الذرة لحوالي 100 جنيه. وسجل سعر السكر من 32 ل 35 جنيه. وسجل الفول المعبأ في حدود من 45 ل 50 جنيه للكيلو، والجبنة البيضة في حدود من 120 ل 150 جنيه، وفي بعض المحلات بتوصل ل 170. الجبنة الرومي سجل سعر الكيلو من 220 ل 260، واللبن السايب في حدود من 30 ل 35 جنيه، والزبدة الخليط في حدود ال 140 جنيه، وسعر كيلو الشاي في حدود من 235 ل 250 جنيه، والعدس المعبأ من 50 ل 60 جنيه. وبيتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 300 و320 جنيه، واللحم الكندوز ما بين 320 و350 جنيه، واللحم البلدي المفروم من 290 ل 320 جنيه للكيلو، واللحم الجملي ما بين 230 و250 جنيه للكيلو. أسعار الخضار في مصر اليوم الاثنين 3/6/2024. شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا ملحوظا، لكن هذه الأسعار بتختلف من منطقة لأخرى. جاءت أسعار بعض الخضروات كالآتي: سجل سعر كيلو الطماطم حوالي من 7 ل 12 جنيه، وكيلو البطاطس من 15 ل 20 جنيه، وكيلو البصل من 10 ل 12 جنيه، والليمون البلدي من 20 ل 30 جنيه، وكيلو الملوخية حوالي 15 جنيه، وكيلو الكوسة من 13 ل 20 جنيه، وسعر كيلو البامية من 35 ل 45 جنيه. وسجل سعر كيلو الفلفل الرومي من 15 ل 20 جنيه، وكيلو الفلفل الألوان من 30 ل 40 جنيه، وكيلو الثوم الأبيض في حدود 40 جنيه، وكيلو البسلة في حدود 30 جنيه، وكيلو الخيار من 12 ل 18 جنيه، والجزر من 9 ل 12 جنيه، وكيلو البتنجان بأنواعه من 10 ل 15 جنيه. سجل سعر كيلو الموز البلدي من 20 ل 25 جنيه، وسجل سعر كيلو الكنتالوب حوالي من 15 ل 25 جنيه بالأسواق، وسعر البطيخ بيتراوح ما بين 40 و100 جنيه حسب حجم البطيخة. وجاء سعر كيلو الخوخ من 30 ل 40 جنيه، ومتوسط سعر كيلو البرتقال الصيفي في حدود 15 جنيه، والجوافة البلدي في حدود من 22 ل 25 جنيه، وكيلو التفاح بأنواعه في حدود من 40 ل 80 جنيه، وكيلو العنب بأنواعه من 35 ل 60 جنيه. أسعار الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين 3/6/2024. سعر الريال السعودي النهاردة في البنوك المصرية: بيقترب موسم الحج، بيترقب الحجاج المصريون بشغف تحديثات الأسعار لأداء فريضة الحج، ومع تزايد الطلب على الريال من قبل الحجاج، شهدت أسعار الريال اليوم في السوق ارتفاعا ملحوظا في الأسعار. كما يهتم المصريون العاملون في المملكة العربية السعودية اهتماما كبيرا بتحديث سعر الريال السعودي، وذلك لإجراءات التحويلات المالية، مما يعكس الأهمية الاقتصادية الكبيرة لسعر الصرف في حياة الكثيرين. بالنسبة لسعر الريال السعودي في البنوك المصرية: سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الشراء 12 جنيه 61 قرش، وسعر البيع سجل 12 جنيه 64 قرش. في البنك الأهلي المصري سجل 12 جنيه 58 قرش للشراء، و 12 جنيه 61 قرش للبيع. بالنسبة في بنك مصر سجل نفس السعر، وفي البنك القاهرة سجل نفس السعر، وفي البنك المركزي المصري سجل 12 جنيه 58 قرش للشراء، و 12 جنيه 62 قرش للبيع. سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: سجل سعر الشراء 12 جنيه 57 قرش، و 12 جنيه 60 قرش للبيع. في بنك قناة السويس سجل سعر الريال 12 جنيه 53 قرش للشراء، و 12 جنيه 62 قرش للبيع. سعر الريال السعودي في بنك سي اي بي البنك التجاري الدولي 12 جنيه 52 قرش للشراء، و 12 جنيه 61 قرش للبيع. في بنك سايب اس اي اي بي سعر الشراء 12 جنيه 40 قرش، وللبيع سجل 12 جنيه 62 قرش. المصرف المتحد سجل سعر الريال السعودي 12 جنيه 17 قرش للشراء، و 12 جنيه 61 قرش للبيع.
جينا مع بعض لنهاية الفيديو تحديث الأسعار اليومي. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ومتقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير، وبإذن الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.